طيب خلينا بقى نروح لإحصائية هذه المباراة. ما أعتقدش إن فيها إحصائيات كتيرة نقدر نتكلم عنها. هذه المباراة قطر وهولندا 2-0 لهولندا. الفرص زي ما حضراتكم شايفين، الأهداف المتوقعة، نسبة الاستحواذ 41% قطر، وبقية الإحصائيات موجودة أمام حضراتكم. يعني هذه المباراة ما أعتقدش إن فيها كتير ممكن نتكلم فيه. والله يا كابتن اسلام، الإكس جي اللي شايفه المنتخب القطري ده أنا ما شفتوش قبل كده بصراحة. يعني ما شفتش الإكس جي اللاعب، لا إكس جي إيه 0.2. يعني أمانة الواحد مثلا يعني بيقرا تحاليل شركات كتيره بقاله اكتر من سنتين، ان ما شفتش الرقم ده بصراحه، رقم ضعيف للغايه. لا انا قصدي انت ممكن تشوفه اللعيب، يعني اللعيب يقول لك ان اللعيب ده الاكس جي بتاعه الاهداف لكن فرقه كامله يبقى ده صعب. بص هولندا التمريرات 750 810 750 تقريبا، قطر 465 398 86% 93% طبعا 86% ولكن ده رقم قليل يعني بالنسبه للمنتخب القطري بالنسبه للمنتخب الهولندي. طيب خلينا بقى نروح نستعرض ايضا ارقام رجل المباراه. ديفي كلاسين افضل لاعب في هذه المباراه، وزي ما قلنا المنتخب الهولندي منتخب جيد جدا ومعاه سكواد قوي جدا، وكلاسين لاعب مميز جدا وبلاي ميكر، لاعب طبعا نادي اياكس، لاعب ممتاز جدا. ودي يعني ارقامه في المباراه، واحد من المواهب الكويسه اللي هنشوفها السنه دي. واعتقد كمان هل يمكن الوصول المنتخب الهولندي ممكن الوصول للمربع الذهبي؟ والله بص يا كابتن اسلام، انا بشوف دايما المنتخبات اللي هتوصل للسيمي فاينال هي المنتخبات القويه على المستوى الدفاعي. ده وجهه الدفاعي. مستوى الدفاعي okay. طبعا يعني مثلا تعال مثلا شوف مثلا منتخب البرازيل. منتخب البرازيل خلال 180 دقيقه في المونديال ما تشطش على مرماه شوطه واحده. بين ثلاث خشبات 180 دقيقه. هم خايفين من 180 دقيقه. الناس خايفه. اللي احنا وصلنا لدرجه ايه؟ مش انك عايز توصل لاليسون، يا اليسون ده بعيد، اليسون ده تارجت بعيد جدا مالكش دعوه بيه. المهم توصل بس عند بالظبط يعني توصل لمنطقه الجزاء، وبعد لما توصل بعد لما توصل لمنطقه الجزاء هنقعد بقى نفكر ازاي تهدد مرمى اليسون. منتخب البرازيل منتخب قوي للغايه، برضه منتخب الهولندي بصراحه عنده سكواد كويس، وبنتكلم دفاع يعني فان خال بيلعب 3 4 3 ومعاه في الدفاع معاه فان دايك ومعاه طبعا ناتان اكي ودي ليخت برضه يعني هو النهارده رايح دي ليخت على الدكه، لان دي ليخت حتى بدايه البطوله اعتقد كان مصاب او مش جاد 100%. بس الثلاثه دول لما يلعبوا مع بعض من دور ال 16 بتتكلم على خط الدفاع قوي للغايه. ودونفريز بصراحه الفول باك اليمين بتاع نادي انتر دبابه، مش ممكن مش ممكن يعني فول باك وهاف ديفندر ومساك حاجه بسم الله ما شاء الله. يعني لا منتخب قوي، واتفق مع حضرتك ان هو يعني المنتخب الهولندي من الاسماء المرشحه ان هي تكمل في المونديال ان شاء الله. هيلعبوا امريكا فممكن المباراه تبقى يعني في المتناول، يعني هي تبقى مباراه ما نقدرش نقول صعب سهله، لان برضو منتخب الامريكي منتخب في عناصر اتكلم عنه في مباراته لكن المباراه نفسها تبقى جميله، يعني فعندهم فرصه، يعني مش هيلعبوا فرنسا، مش هيلعبوا برازيل، يعني ما خبطوش في فرقه فيها قلق يعني.